محمد ضياء الدين من بلدية ولد حملة ولاية أم البواقي، طالب جامعي وشاب والع بزراعة الزعفران، تحدى كل الظروف فنجح للموسم الرابع على التوالي في تجسيد مشروعه ميدانيا. زهرة بنفسجية اللون تأصلت في التربة الخصبة، بينما زادته تشبثا بما يسمى بالذهب الأحمر. أولا الفكرة من مواقع التواصل الاجتماعي، وانطلقنا في التجسيد تاعها بعد 4 سنوات في التجسيد، والحمد لله كانت النتائج ممتازة، والحمد لله كانت وفق المناخ تاع مناخ الأوراس اللي يوالم المنطقة. عائلة محمد ضياء الدين تمسكت هي أيضا بزراعة الزعفران، حيث تقوم بتهيئة التربة المناسبة معتمدة في ذلك على المناخ ونظام الري، بالتقطير للمساهمة في تفعيل المشروع. جهات الوصية أنها ترافقنا وتفتح لنا الأبواب، لأن الشباب الجزائري دائما يحب المبادرة والإبداع. نسعى وإن شاء الله هذا المثال تاع التجربة تاع زراعة الزعفران تتبلور في مناطق اخرين وزيد تتوسع، وان شاء الله تكون ثقافه الزعفران واسعه في الجزائر. وفتحنا الابواب تاع المزرعه تاعنا في اطار التاطير والتكوين بالنسبه للطلبه، والحمد لله هنالك طلبه اللي راح فتحوا المناقشات تاعهم تاع المذكرات على هذا زراعه الزعفران، والحمد لله رانا في اطار التاطير تاعهم والتنسيق معاهم، والحمد لله كانت نتائج الحمد لله. عندما تتوفر النوايا الحسنة لخدمة الأرض المعطاء يتجسد الطموح بنكهة العزيمة، ويتحول الجهد إلى واقع ملموس. في ظل زراعة واعدة ما زالت تستهوي الطالب الجامعي محمد ضياء الدين وعائلته ببلدية ولد حمله.